حصلت موافقة السيد الوزير المحترم واستنادا إلى توصيات السيد رئيس الوزراء المحترم باستحداث قسم غرب نينوى. قسم غرب نينوى راح يضم 3 أقضية بنواحيها: قضاء البعاج، قضاء تل العفر، قضاء سنجار. راح يكون هناك لجان فرعية 2 في قضاء سنجار، وعندنا لجنة فرعية في قضاء البعاج، ومركز القسم راح يكون بإذن الله في المركز الوسطي اللي هو راح نعتبره قضاء تل العفر. افتتاح قسم غرب نينوى راح يخفف المعاناة عن المواطنين بالحضور من المناطق البعيدة إلى مركز قضاء الموصل. الكادر متواجد، إدارة وباحثين وموظفين كفؤين لإدارة القسم وخدمة أهلنا وناسنا في محافظة نينوى. تم استلام البناية وحالياً التجهيز مستمر عليها، وإن شاء الله الافتتاح راح يكون قريب جداً. الدعم اللوجستي متواجد، ما يتعلق بالحاسبات والتأثيث كله تم بهاي الفترة إن شاء الله. قدمنا طلبات للسيد المحافظ وننتظر الدعم من محافظة نينوى، لأن أول وتالي إحنا ما نريد إنه الزخم يصير عندنا بالموصل بدوائرنا والمواطن يعني يتعذب ويجينا من منطقة بعيدة حتى يصل لدوائرنا. راح تكون الدائرة كلها قريبة يمو، راح تكون موجود لجان فرعية يتواجد بها كافة الصلاحيات للموظفين، تقلل من عبء الحضور إلى مركز القسم. احنا متواصلين مع السيد نوار المحترم، يعني والرجل جدا متساعد، مساعد يعني ده يقدم المساعدات، بس يعوزنا بعد انه الدعم المادي محتاجينه احنا بهاي الفترة.